النادي الاهلي رقبتك فعلا هتوجعك، لان هو النادي الاهلي عالي جدا وتفضل تقع، لكن بص قدامك على الاقل يعني مش هقول تتسلق زي المهندس عدلي ما قال. وبعدين بلاش يدخلونا في متاهات واحنا عندنا اصلا مهندس الصفقات، وانتوا عارفين مهندس الصفقات بتاعنا عامل ازاي. وعندنا كمان حاجه كبيره جدا، يعني عايز اختم معاكو واجيب من الاخر، من الاخر خالص خالص، من الاخر خالص، وكلامي في العموم. لو انت معاك فرقه وعامل فيها لعيب، بلاش تلعب فرقه كابتنها محمود الخطيب. اشوفكم بعد الفاصل.